أمر المرأة عند خروجها بالاحتجاب، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعفة والدين فلا يؤذين، لأن الفساق ما يتعرضون إلا لضعيفة الدين وضعيفة الإيمان، أما المؤمنة الصادقة وهم يبعدون عنها ما يطمعون فيها ما يطمع. فالحجاب فيه قطع لأطماع الفساق عنها، هذا الحجاب. وعدم الخضوع في القول فيه قطع لأطماع الذين في قلوبهم مرض. نعم، أمرها بالحجاب وأمرها بعدم الخضوع في القول. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيماً.